خلينا نتكلم عن الريستورنج سيكول سيرفر داتابيز. تمام، هي كل اللي احنا عملناه احنا خدنا باك اب للداتابيز عشان لو حصل كراش في اي حاجه معينه. طيب ازاي انا نسيت ان انا ابدا نعمل ريستور للباك اب اللي انا ايه اللي انا خدته ده؟ تمام. طيب عامة بس في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، هو احنا بنرستور الداتا بتاعتنا. تمام، انا بس عايز اغير الناس حاجة. اوكي، هتلاقي عندك في تو اوبشنز مهمين جدا وانت بتعمل ريكفري او بتعمل ريستور للداتابيز بتاعتك. في عندك تو اوبشن، حاجه اسمها ويز ريكفري وحاجه اسمها ويز ايه ويز نو ريكفري. تمام، عامه انت وارد ان انت الداتابيز بتاعتك او الباك اب بتاعك زي ما احنا اتفقنا يكون اكتر من ايه من باك اب فايل. ممكن تكون انت سي واخد فول باك اب وواخد مثلا سي ديفرنشالز. تمام، او ان كان الباك اب انت واخده هو واخد مثلا سي لوج مثلا. تمام، الديفولت بتاع عامة وانت بتريستور الداتابيس بتاعتك في بتاخد حاجة اسمها ريكفري. ريكفري دي بتبدأ تحط الداتابيس بتاعتك في حاجة اسمها ريستورينج مود. تمام، تفضل الداتابيس بتاعتك في حاجة اسمها ريستورينج مود. يعني ايه ريستورينج مود؟ تفضل الداتابيس مهيئة ان هي تستقبل فايلز او تستقبل فايلز عشان تقدر تعمل عملية ايه؟ عملية ريستورينج. طب انا افرض عايز اقفل الحاجات بتاعت الريستورينج دي مع اخر فايل بتبدا تعمل له عملية ريستورينج، لازم تحط الداتابيس بتاعتك في حاجة اسمها النو ريكفري علشان يبدا يرجع لك الداتابيس بتاعتك از ات از اوت لاين تقدر ايه تتعامل معاه. تمام، فعامة حتة الريكفري لو انت بتتعامل مع اكتر من فايل فانت بتبدا تقول ان انا لسه في حالة ايه الريكفري مود. لا بص، كل الحكايه ان الريكفري عادي ممكن الناس تكونكت، بس هتركو ريستورنج عامه ممكن حاليا لسه مش اكشولي الناس تقدر تكونكت عليه. تمام، يعني بتبقى في حاله تمام، يبقى في حاله الريستورنج. تمام، لسه الداتا بيز بترجع بيانات او لسه انا بسترجع بيانات من الداتا بيز فايلز بتاعتي. تمام، بص النو ريكفري بيبدا يرجع لك الداتا بيز اون لاين، تقدر الناس حاليا تقدر تتعامل معاه. بمعنى تاني ان انت وارد ان يكون عندك ده فول باك اب، وارد ان يكون عندك ده عباره عن ديفرنشال باك اب، وده مثلا يكون ممكن يكون لوج باك اب. تمام، فانت في حاله الريكفري انت المفروض ان انت ترجع ايه؟ المفروض ان انا اعمل ريستورنج للثري فايلز الموجودين عندي فين؟ في الباك اب دول. فانت لو حطيت لو جيت قلت له ريستور الفول باك اب ويز ريكفري، فمعنى كده هيبدا يحط لك الداتا بيس بتاعتك في حاله الريستورنج مود. معنى حاليا انا لسه هعمل ريستور للداتا بيس مش اوف لاين، هي اوريدي شغاله اون لاين بس ما حدش يقدر يتعامل معاها حاليا لان لسه انا بتريف داتا من الباك ابز الموجوده عندي. طيب انا عايز انا اقول للباك اب للداتا بيس بتاعتي انت لسه هتفضلي في حاله الريستورنج عشان لسه انا هحط فايلز ثانيه. تمام، فانت بتفضل حاطط كل اللي جاي بعد كده في حاله برضو ايه الريكفر، فيفضل برضه حاطط اللي بعدها في حاله الريستورنج مود. طيب انا عايز اقفل بقى عشان اقدر احط الداتابيس بتاعتي اونلاين والناس تقدر تتعامل معاها عادي جدا، فانت مع اخر كومنت او مع اخر باك اب هتبدا تتعامل معاه وتبدا تعمله عمليه ريستورنج، هتحط الداتابيس بتاعتك في حاله حاجه اسمها النو ريكفر. يعني خلاص هقفل الريستورنج مود، يبقى الداتابيس بتاعتك اونلاين تقدر ايه تقدر تتعامل معاه. تمام، فانت مع اخر حاجه عشان يفضل الداتابيز بتاعتك في حاله الريستورنج او في حاله سوري في حاله خلاص ريد اند رايت، فانت لازم مع اخر كوماند او اخر باك اب انت بتاخده لازم تحط الداتابيز او الكوماند بتاعك في حاله النو ايه النو ريكفري. عندك اكتر من اوبشنز كمان، عندك حاجه اسمها ستاند باي وعندك حاجه اسمها ريبليكيت. ستاند باي انت بتحط في الداتابيز بتاعتك في حاله ما نيجي نتكلم عليها ان شاء الله في عمليه الريبليكيشنز او في عمليه الميرنج، انت بتحط الداتابيز بتاعتك في حاله الريد اونلي. فانت عندك كذا اوبشنز برضو وانت بتيجي تتعامل معاها. طب انا اعرف الاوبشنز دي منين؟ لو انت عادي جدا لو جيت تعمل ريستور اي حاجه دلوقتي تاسك تعمل ريستور داتابيس هتلاقي الاوبشنز بتاعت عمليه ايه عمليه الريستور. هتلاقي في عندك حاجه اسمها ريكفر اوفر دي ماشي اوكي دي ريستور اوبشنز، في عندك حاجه اسمها اوفر رايت ذا اكزيستنج داتابيس هتعمل ريبليسنج، حاجه بنستخدمها في الريبليكيشن شويه حاجه اسمها كيب ريبليكيشنز، وبتحط الداتابيس بتاعتك في حاجه اسمها
restricted access او restricted access. ايه restricted access دول؟ ان محدش يقدر يكونكت على الداتابيس دي غير اللي واخد سيس ادمن على مستوى الداتابيس دي او واخد دي بي اون على الداتابيس دي، اللي هو حاجه بيسموها restricted user. restricted users اللي مسموح ان هو يبدا يكونكت على الداتابيس دي بعد ما حصل لها عمليه ريستور حاليا هم الناس بتوع بس ليه اللي واخدين دي بي اونر على مستوى الداتابيس دي. لا بعد ما حصل ليها حاجه زي كده، فانا بقول له بعد ما خلاص انت بريستور تمام هتحط الداتابيس بتاعتك في ريستريكتد يوزر. ريستريكتد يوزر انت عندك حاجه اسمها سنجل يوزر، وعندك حاجه اسمها مالتي يوزر، وعندك حاجه اسمها ريستريكتد يوزر. عندك ثلاث انواع من اليوزرز اللي ممكن تحطهم على مستوى الداتابيس دي. تاني عندي ثلاث انواع من اليوزرز، عندي حاجه اسمها سنجل يوزر، وده اللي مش هيقدر كونكت على الداتابيس دي هو يوزر باي يوزر، يعني مجرد انه يدخل يطلع من الكونكشن فهو وان يوزر بس اللي جوه عندي فين في الداتابيس بتاعتي. عندك حاجه اسمها مالتي يوزر، مالتي يوزر اللي هي الديفولت بتاع الداتابيس بتاعتي ان اي حد يقدر يكونكت على الداتابيس ويعمل انسيت ابديت ديليت وخلاص سامح ليه مالتي الكونكشن. طيب عندك نوع كمان اللي هو الريستريكتد يوزر. ريستريكتد يوزر معنى اللي مش يقدر اللي يقدر بس يتعامل مع الداتابيس دي لو انا حطيتها في حاله الريستريكتد يوزر هم الناس بس اللي عباره عن مين؟ ادمن. ايه؟ وانت بترستور الداتابيس بتاعتك فانت بتحطها في حاله الريستريكتد يوزر. الريستريكتد يوزر معناه ان هم ما حدش يقدر يتعامل مع الداتابيس دي غير اللي واخد البرميشنز بتاع ايه؟ سيس ادمن او حاجه بنسميها دي بي اونر على مستوى الداتابيس. طيب السنجل يوزرز انت عادي انت بتفتح اي سيشن تعمل نيو كويري على الداتابيز بتاعتك تمام، يعني الداتابيز بتاعتي مفتوحه عادي اوريدي. واكتر من واحد بيكونكت على الداتابيز ايه حاليا تمام، ده اللي هو الديفولت اوبشن. هو عباره عن ايه؟ مالتي يوزر، يعني عندك مالتي كونكشن حاليا على مستوى ايه؟ داتابيز. اما سنجل يوزرز فهو مسموح لك بس ان يوزر يدخل ومحدش يقدر يدخل بعد كده غير ما ده يقفل الكونكشنز بتاعته وحد يدخل ليه تاني مكان. فانت مسموح لك ان اللي هيكونكت على الداتابيز ده يوزر باي ايه؟ باي يوزر. مجرد ما ده دخل عامل الابريشن بتاعته وطلع خلاص حاليا تقدر ايه؟ تدخل انت تعمل حاجه ايه؟ حاجه تانية. طيب ادي اللي انا بتكلم فيه، في عندك حاجه اسمها ايه؟ ريستور ستيت، عندك حاجه اسمها ويز ريكفري، ويز نو ريكفري، ويز ستاند ايه؟ ستاند باي تمام؟ ستاند باي انا بحط الداتابيس بتاعتي في حاله الريد اونلي تمام؟ اما نيجي هنشرح من في عمليه الريبليكيشن او في عمليه الميرنج هنبدا نتكلم عنها تمام كده؟ فانت لو بتحط الداتابيس بتاعتك في حاله الريكفري تمام؟ فتبدا الداتابيس بتاعتك في حاله الريستورنج مود. تعالى برضو تعالى نشوف برضو نوضحها اكتر. يعني انا كنت واخد ادفنتشر وركس اهو، واخد ادفنتشر ورك فول، واخد ايه ديفرنشال، وواخد لوج، او ما كان عنديش لوج على مستوى الادفنتشر وركس. فانا باجي اقول له بس كده تعبان صح؟ تعبان. طيب فانا هبدا اقول له انا ريستور الداتابيز بتاعتي سيل اسمها ادفنتشر وركس. تمام فروم ديسك، وهبدا اديله ايه الباس بتاعي اللي هو ده. تمام وتعالى كده اقول له ويز ريكفري. تمام كده تعالى اقول له اكسكيوت، وتعالى اقول له ريفرش كده. طيب ماشي ما هي تيوزن يوز. طيب ماشي
هقفل بس كده وافتح تاني. له فروم ديسك وهدي الباص بتاعي بس هاجي اقول له كده ويز هدي له بس اوبشن دلوقتي كده ريبليس ونور كفر. هاجي اقول له اكسكيوت تمام. انا بفضل حاليا في حالتي اهو ريستورنج مستني ان انا الداتابيس بتاعتي ان هي مفتوحه في حاله ان هي تستقبل برضه مني ريستور باك ابس تانيه، فانا ممكن اخد ده برضه كده. اوكي ماشي. انا هقدر هجيب دلوقتي للديفرنشالز اخر حاجه انا ممكن واخدها للادفنشر وركس وهقول له كده هحط لها في الريكفري. اه سوري انا كده عملت العكس. طيب احنا كده المفروض ان انا اعمل ايه؟ طيب ماشي انا عملت اكسكيوت. انا في عندي شويه حاجات كده ريد سوري المفروض دي تبقى نو ريكفري ودي ريكفري. طيب ماشي خلي الكويري دلوقتي مش موجود. حط بس كده طيب ماشي. انا هاجل الكويري شويه بس. ها اه ده اتعمل. بص هو انا تقريبا قلت العكس، يعني هو الريكفري هي بتخلي الداتابيس بتاعتي اونلاين والنو ريكفر لسه بتخليها فين؟ في ريكفر ستيت. تمام الدنيا دي ضربت مع بعض. تمام فانا عندي اللي هو اللي بيخلي لي الداتا بيس، سوري اللي بيخلي لي الداتا بيس بتاعتي اللي هي اونلاين انا بحطها في حالتي الريكفر. تمام واللي بيخليها لي في الريكفرنج ستيت ان لسه يعني ويتنج لغايه في حاجه ثانيه، فعندي حاجه اسمها ايه؟ النو ريكفري. النو ريكفري محدش عارف كل مين. في النو ريكفر لا محدش خلاص لسه في حاله ريستورنج ستيت مستني انا برينك اون لاينز. تمام لغايه ما انا اقول له بس ايه ريكفري هاجي اعمل لك الداتا بيس بتاعتك ايه اون لاينز. تمام كده تعال ايه نظبطها. انا هاجي هنا ودلوقتي ان انا هبدا اقول له ريستور داتا بيس، حتى هو جايب لي الاثنين دول اهم. هو دلوقتي حاطها لي فين؟ في حالة الريكفري ده از ديفولت هو حاطها في حالة الريكفري، مجرد ما خلاص ترجع خلاص تقدر ايه؟ تتعامل معاه. أما لو ستيل عندك فايلز تانية فأنت هتحطها في حاجة اسمها ايه؟ النو ريكفري. تمام؟ بس أنا لو حطيتها دلوقتي في حالة الريكفري قلت له أوكي هتشتغل معايا إن شاء الله. لا أنا كنت بس بوضح إن أنا جيت هنا في التاسك قلت ريستورز عملت داتابيز. تمام؟ ومجرد ما أنا أهو أدي الباك أبس بتاعتي لو انا اروح اجيبها من الديفايس اهو وجيت قلت له اد ورحت قلت له هاتها لي، دي كانت في الاي كانت موجوده عندي في سيكول باك اب.
وعندي adventure works topic. وتعالى اقول له اوكي. اوكي تمام. تعالى دلوقتي لو انت جيت حطيتها في حالة النو ريكفري، تعالى اقول له اوكي. تمام. وجيت دلوقتي قلت له انا عايز ما فيش، هي دلوقتي في لسه في حالتي في حالة الريستور. تمام. لغاية ان انا ما اجي ان انا اقول له ريستور داتابيز، واجي اقول له فروم ديفايس، واجيب عندي differentials اللي كان موجود في السيكوال باك اب، وكان موجود عندي فين دبليو ديفرنشال دو باك، اقول اوكي. اوكي نو بريند يو. طيب من غير ما تعمل، ها انت قلت لي ممكن بدون ما تعمل ريستور تغير بروبرتي في الداتا بيز بحيث تخلي الاستاتس بتاعتها انها خلاص خلصت، حطها اونلاين وارجعها ريستور تاني. يعني حطها كده اونلاين اوف لاين. طيب هي ست اوف لاين. طيب في من ضمن التاسكس بتاعتنا ماشي، تعال انت عايز تحطها. طب ممكن بس ترانزاكشن لوج عادي، بترانزاكشن لوج عادي جدا هتيجي بس تقول له كده، بس المشكله انا ما عنديش ترانزاكشن لوج هنا. طيب ماشي، تعال انا هقول له ستورز نو ريكفري. طيب هو انت بتقول الداتابيز بتاعتك حاليا كلها كانت في حاله الايه؟ الريستورنج. اوه بس عليها كده وقول له تاسكس ريستور داتابيز. تمام. وتعالى على مستوى الاوبشنز طب ثواني بس، ان انا كنت هعمل حاجه معينه، مش الدنيا ضربت في بعضها. تمام. هي جت دلوقتي كانت في حاله الريستورنج، تعالى نرجعها في حاله الريستورنج تاني. هاي اوف بس كده وقول له تاسكس ريستور داتابيس، وهاجي اقول له ممكن بس السيناريو بس كده. طيب مش بس هقول حاجه وبعدين نمشي على السيناريو بتاعنا. تمام. عشان الدنيا ضربت في بعضها، حاجه في الديفايس كده واجي اقول له اد، وهاجي ان انا ابدا اقول له ايه الباك اب بتاعي، واجي اقول له اي سيكول وادي الفول باك اب، واحط الداتابيز بتاعتي في حاله النو ريكفري واقول له اوكي. فهي دلوقتي في حالتي ريكفري، هي حاله الريستورنج مود يعني. وتعالى اقول له ان انا دلوقتي ان انا هاجي تاسكس عشان بقى اخليها في حاله خلاص تاني، واجي اقول ريستور داتابيز. تمام. هتيجي على الاوبشنز قول له بس خليني في حالتي ايه؟ الريكفري. قول له اوكي. ولا اي حاجه. تمام. ريستور سكسس. اي خلاص. هو بيقول ان انا عندي يعني داتا بيز ستيل في حاله الريستورنج. تمام. هو عايز بس شيء حاله الريستورنج يعني. تمام. فانا بس يعني هحط بس يخلي بس الداتا بيز في حاله الريكفري وخلاص يعني. طيب تعالى ناخد سيناريو كده من الاول خالص. تمام. نعمل باك اب فول وديفرنشال ولوج ونترن الدنيا كلها بقى، احنا خلصنا عمليه الريستورنج عامه. تمام. فانت تعال ناخد لده الستوك عامه ثلاث حاجات، فانا هاجي اقول له دلوقتي اهو باك ابس. ممكن نستور واحده عاديه واحده فول وديفرنشال. ما بص انا هعمل لك السيناريو كله فول عامه. تمام. يعني هعمل السيناريو كله، هعمل فول وديفرنشال ولوج. تمام. وانا بريستور هعمل التيل والستور بتاع الفول والديفرنشال واللوك. يبقى انا كده خدت فولي فول اكزامبل. فانا هنجي على اجي على مستوى ستوك ده، هو عباره عن او تعالى ممكن على مستوى ادفنشر عادي جدا او نورث ويند، هقول له بروبريتيز كده ونخلي الاوبشنز بتاعها عباره عن فول. اوكي تمام. وتعالى هنا كده بس هاجي في السيكول باك اب، تعالى نشيل الحاجات دي كلها كده، هاجي اقول له في النورث ويندو داتابيز تاسكس باك اب، هشيل ده كله كده واقول له اد، هضيفه عندي في حاله مين؟ هضيفه عندي في حاله في الاي
في سيكوليك هتبقى ستوك underscore full dot back. اوكي اوكي وهاجي في التاسكس تاني هاخد باك اب differentials وهقول له اد وهنضيفه برضو في الاي هي عبارة عن ستوك ديف تو باك اقول اوكي واخر حاجة ان انا اقول له تاسكس كده في الباك اب واخد ترانزاكشن لوج واقول له اد في بارتيشن اي في سيكوال باك اب هقول له ستوك دوت تي ار ان او لوج اقول اوكي لو انا كده كده على مستوى هتلاقي ليه الباك اب بتاعتنا كلها ادي الفول وادي اللوج وادي وادي الديفرنشلز تمام احنا عايزين بقى نرستور التلاته دول تمام في حته لو انت عايز تعمل فول ريستور هتلاقي ادي الكومنت بتاعت الفول ريستورز هو عامة الدنيا كلها تبقى ماشية ازاي مش جايبها هنا تمام ان انا هبدأ ان انا اعمل حاجة اسمها ايه كريت تيل لوج باك ابس تمام وبعد كده هرستور ايا كان هرستور من فول او ديفرنشالز وبعد كده هرستور الديفرنشال بتاعي وبعد كده هرستور ايه وبعد كده هترستور ترانزاكشن لوج فايلز وبعد كده هتريكفر الداتا بيز بتاعتك تمام طيب تعالى ناخد الاول حاجه ان احنا ريستورنج للتيل لوج باك اب فانت عشان تعمل ريستورنج او تعمل سوري باك اب للتيل لوج فانت تيجي على مستوى النورث ويند تاسكس باك اب وهاجي على مستوى ترانزاكشن لوج وهاجي في الاوبشنز واقول له خد لي باك اب لي للتيل تمام وارجع تاني كده اقول له اد خلاص بقى يا عم انت تيل مضايقك من الصبح مش عارفين نوصل للتيل وهاجي اقول له ده عباره عن ستوك تيل تي ار ان اقول اوكي تمام كده وبعد كده خلاص هو حاطط لي شوف ما عملت الستور حمار ستور عملت باك والله ما فاكر مش عارف عملت باك اب عملت باك اب تمام شوف انا ما جيت عملت باك اب في التلوج نفسه وراح جاي ايه حاجه حاطط لي ايه احنا خدنا الستريم وخدنا باك اب عملت باك اب للتيل صح اوكي طيب يبقى انا خلاص طب استنى هقول لك حاجه هقول لك اهو بص اهو احنا ما خدنا باك اب للتيل وخلاص وحط له في فور ستورنج مود هو مجرد انت تاخد الباك اب للتيل لوكس تمام فهو اوريدي وحاطه في حاله الستورنج مود ايه طيب ما تحط الدنيا تعالى هتلاقي اوبشن من ضمن الاوبشنز يا عم شغال على النورث ويند استوك ولا دي انا والله ما اعرف احنا خدنا على فكره للنورث ويند مش الاستوك طب هقول لك حاجه هقول لك حاجه ريستور انا ممكن بس ايه هيدرز اونلي from disk وتاني اخد هتلاقيني بس انا سميتها ستوك احنا جينا في الاخر وهيس سميتها ستوك بقيت اقول له كده نورث ويند تمام هو المسمى كان ايه ستوك هجيب لك التيل دي لو هو الباك اب يعني الباك اب بتاع التيل ما بتاخدش اصلا غير انت وانت بتعمل ستور يعني مش مجرد تاخد تيل وخلاص لا انت مجرد الباك اب اصلا الكونسيبت الباك اب بتاع التيل ما بتاخدش غير ما انت تيجي تعمل ريستورنج مود معلش عشان تاخد التيل
يعني انت لو عايز تعمل فور ستورنج مود، انت كنت ضامن ان يكون معاك لاست ترانزاكشن حصل على الداتابيس بتاعك وعمل فور ستورنج، هتيجي مثلا في الميرورنج الحاجات دي كلها، لازم تخلي الداتابيس دي شكل الداتابيس دي، تمام؟ فانت لو عايز تعمل فور ستورنج للداتابيس وتتاكد ان كل اي حاجه موجوده على الداتابيس موجوده اوريدي، فانت لازم تكون واخدي باك اب للتلوجز، تمام؟ فانت بتعمل باك اب للتلوج، تمام؟ وترجع ان انت في الاخر تعمل عمليه ايه؟ عمليه ريستور، تمام؟ طيب ماشي. طب عايزين نرجعها بقى، هنعمل بقى ريستور، هنعمل ايه؟ هنعمل ريستور للنورث ويند. هنبدا نعمل، ما ينفعش نرجعها من غير ما نعمل ريستور ليه؟ النورث ويند ما احنا قلناها. لا هو قصده هو عايز دلوقتي يرجعها عادي، مش ريستور بس نشيل الريستور. ما تقول تعالى تاسكس ريستور داتابيس، ثواني بس، اوبشنز خليها في حالتي ريكفر عادي جدا، تمام؟ قول له اوكي وريكفري بقى عشان ارجع لك في النور ستورنج في الحاله، حاله اللي هو ريكفري. لو جيت قلت له اوكي دلوقتي فراجع فيه. ممكن تخلينا ريكفري نشير كده ريكوست، عايز اعرف هي الداتابيس مفتوحه ولا لا. ثواني بس نوقف ال، وتعالى نيجي على الاي ده، نخش في السيكوال باك اب. هات يا عم الفول. وتعالى المشكله هناخده ثاني، المشكله وهاجي برضه داخل الديفرنشال ايه. طيب وتعالى نبدا نقول له ناخد معانا الديفرنشالز، وتعالى نبدا نقول له معانا لوج ومعانا تيل لوج، تمام؟ وهاجي في الفايلز بتاعتي في الاوبشنز، تمام؟ هحولهم في كلهم في حالتي الريكفري، تعالى اقول له اوكي، تمام؟ دلوقتي انا خلاص داتابيز ريستورد، قال اوكي، تمام؟ انا عملت كل التونيا بتاعتنا مره واحده، انا جيت عامه اروح جاي اعمل ريستورنج كله، حط كل الداتا الفايلز بتاعتي كلها ايه مره واحده في عمليه ايه؟ في عمليه الريستورنج، تمام؟ وحطيتهم كلهم از از باك اب واحد وذ ايه؟ وذ ريكفري، فهترجع رجع لي في الريكفري مود، تمام؟ انت ممكن عندك لابد ترجعهم واحده واحده، بس تبدا تقول له خليك ده في حاله النو ريكفري، في حاله النو ريكفري لغايه ما توصل للتلوج، وتقول له حط لي كلهم فين؟ في الريكفري. طب ازاي الترانزاكشن اوصل للتايم معين، اقول له رجع لي الباك اب؟ بص هتلاقي لو انت بتيجي كده هتلاقي عندك حاجه اسمها تايم لاين، تمام؟ لو جيت وقفت كده هيطلع لك ايه؟ تايم. شوف ان الداتابيز بتاعتك انت كنت واخدها عن تايم ايه، تمام؟ وتقدر تحرك الكيرسور بتاعك اللي تحت ده، بغير كده تلاقي التايم عندك فوق بيتغير، تمام؟ هتلاقي التايم عندك اللي فوق عندي، تقدر تغير التايم اللي انت تقدر تاخده، او في اليوم لو انت الداتابيز بتاعتك واخدها كذا يوم تقدر توقف عند ستوب تايم معين، تقدر تقول له ايه؟ تقول له اوكي. هو بص غالبا هيشتغل معاك في كل انواع الباك ابس، لان اصلا كده كده الفول والديفرنشال لما بيجي تاخد بياخد معاه الاكتف بورشنز او الاكتف بارت المحصول على الترانزاكشن نوت بايت، تمام؟ هتيجي تعملها از كويريز هتلاقي لازم يكون معاك الترانزاكشن لوك، يعني هتيجي تعملها از كويري كده هتلاقي ريزيرفد كيورد اونلي موجوده في الستوب اي، هتلاقي عندك حاجه اسمها ستوب اي، الستوب اي دي مش موجوده معاه غير مع الترانزاكشن لوك باك. هل ايه؟ ده ريستور باك اب تايم لاين، باك اب انت خدت فيه التايم لاين، ما انت مش هتقدر ستور غل. طب وده ريستور ايه؟ الباك اب اللي انا خدته ريستور الداتا اللي فيه عند تايم معين، يعني من الستارت من الستارت والفينش، يعني انت لو جيت مثلا هنا وصلت للباك اب اللي دخلت بعد التايم ده مش هتستور ما خلاص هتستور ازاي وانت اصلا الباك اب بتاعك متاخد من فتره فلانيه، تمام؟ الباك اب اللي الداتا اللي بعد كده خلاص هي اوريدي مش معاك اصلا في الباك اب. لو انا معايا باك اب لحد الساعه 2 وانا عايز استور على الساعه 4 الساعه 3 الداتا بس لحد 12 اجيب لك لغايه 12 بس في لغايه لغايه اخر باك اب انت من الستارت والفينش، يعني انت هيجيب لك الديوريشنز اللي بتاخد فيه الباك اب بتاعك من الستارت لغايه ايه؟ الستارت لغايه فينش. انا عايز اجيب الستارت كرييشنز،
كان في عندنا حاجة اسمها start create. باك اب ستارت وباك اب ايه؟ فينش. تقدر بتوين الديت وده تقدر تريترني تريتر الباك اب. مهم جدا دلوقتي، انا مثلا الباك اب بتاعي اخدته الساعه 10، الساعه 11 حصل فيلم مشكله، فانا عايز ارجع الداتا بيز لغايه الساعه 11 ل 10 مثلا، 11 ل 5 قبل الفيلم بخمس دقائق، بس الباك اب اللي معايا كان لغايه الساعه 10 بس، فيقدر يعمل ريدو لكل التشينجز اللي حصلت على الداتا بيز بعد الباك اب، يعني هيرجعني الباك اب قصدك لو حصل كراش، يعني لو الداتا اصلا اوريدي موجوده ان هنا حصل كراش في الحته الفلانيه وخلاص بعد كده مش موجود معايا، بس اللي انا اللي بعد اللي قبل كده موجود معايا، تقدر تريستور الداتا بيس بتاعتك عن التايم الفلاني ما دام معاك الجزء بتاع ترانزاكشن لوج. تمام، عشان كده دائما وابدا يقول لك بفضل انت وانت بتاخد الباك اب عامه لازم يكون اخر حاجه خد الترانزاكشن لوج، لان الترانزاكشن لوج ممكن ارجع فيها الداتا اللي حصل لها كوميتد معايا، يعني ممكن يرجع داتا من الترانزاكشن لوج فايلز. بس ده ما جاليش، يعني انا خدته مع الباك اب الساعه 10، الساعه اللي فاتت انا ما خدتش الترانزاكشن لوج، هيجيبها ايه؟ الساعه اللي فاتت هيجيبها. ما الساعه الفرق دي تمام، هو مع الفول نفسه، مع الفول نفسه انت ضامن ان هو واخد ترانزاكشن لوج. تمام، يعني الفول نفسه وهو بياخد، وانت بتاخد كده بياخد ايه؟ ترانزاكشن لوج. تمام، ما يعرفش حاجه اللي حصل بعد 19. تمام، فانت دايما من ضمن بقى الحاجات اللي بس الريكفرز انت هتطير الاوريكل ممكن اخد. انا قلت يمكن يكون